السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله ده السكشن التاني اللي هنتكلم فيه، اللي احنا قلنا هنتكلم فيه على البندنج الاونس. خلاص، لان طبعا احنا عارفين في اجزاء كتير جدا من التمرين اللي احنا بنعملها، اللي هو الفايل هولدر، في تانيات بزوايا مختلفة، سواء كنت بعمل دشرة او كنت بعمل زاوية قايمة او ايا يكن اللي كنت شغال عليه، فهنلاقي في تاني كتير. فدلوقتي ازاي هنعرف يعني ايه بيندنج الاونس، وازاي ان انا احسب البيندنج الاونس بحيث ان انا لما اجي اقطع القياس المظبوط، عشان ما تجيش مأثرة معايا في اي طول او عرض لما اجي ان انا استخدم او اعمل عملية البيندنج، فما الاقيش ان انا طول مثلا قطعه عايز اعمل زاوية قايمة مثلا 20 مللي مثلا، او 20 خلينا مثلا 10 سم في 15 سم، هقطع مثلا 35، هاجي ابص الاقي بعد ما تنيت مش هلاقي ديت 10، ومش هلاقي ديت سوري مش هلاقي ديت 15، ومش هلاقي ديت 20. ليه؟ لان في جزء عندي من الطول راح عندي فين؟ في البندنج الاونس. طيب ايه هو اصلا البندنج الاونس؟ هي ديت سماحيه ان انا بعملها لما بكون ان انا هتني او هشتغل تاني، عشان يبدا ان هو يحصل معايا الطول يطلع مناسب بعد، او نفس الطول اللي انا كنت اعمل له حسابات قبل التاني. تمام. طيب دلوقتي بيكون عندي مثلا زي ما احنا قلنا، انا عندي مثلا صاج، خلاص خط مستقيم، يعني صاج. الصاج ده عايز اتني مثلا ده 20 وده 15. فانا لما اجي اشنقر عشان هقطع الصاج من البدايه، مش هقطع اقول مثلا لا ده 20 زائد 15 يبقى 35، اروح اقطع 35. لو اخدت 35 وبعد كده جيت تانيت، مش هلاقي ده 20 ومش هلاقي ده 15، هلاقي اقل. ليه؟ لان في جزء عندي اللي هو عندي بنسميه راح في عمليه البيندنج. عشان كده احنا بنعمل حاجه حسابات للبيندنج الاونس، ده طول بنحسبه بنضيفه عندي على الطول النهائي، عشان لما اجي اتني يبدا ان القياسات بتاعتي تطلع مظبوطه. تمام. طيب البيندنج الاونس ده هنلاقي الموضوع بيتوقف معايا على السيكنس بتاع الشيب، هتلاقيه بيتوقف معانا مثلا على الريديوس. خلاص، البيندنج ريديوس هنلاقي برضه نفس الموضوع بيتوقف معايا على الانجل، زاويه التنج خلاص اللي انا هتنيها، النسبه مثلا ما بين البيندنج ريديوس وما بين السيكنس. خلاص، هنلاقي في حاجات كتير قوي هو بيتوقف عليها. نبدا ان احنا نشرح كل حاجه فيها، ونشرح القانون اللي احنا هنبدا ان احنا ايه نستخدمه لحسابات ايه؟ البيندنج الاونس. طيب دلوقتي هناخد كمساله بسيطه، خلال المساله دي هنشرح كل حاجه ان انا ازاي اقدر احسبها. تمام. طيب دلوقتي هنا المساله بيقول لي عندي ايه؟ بيقول لي انا عندي شيت، والشيت ده عايز اعمل فيه بنت. خلاص، ومديني الزاويه ديت كام؟ مديني الزاويه 120. بس لو انا جيت خدت بالي مش زاويه التانيه 120، يعني هو الشيت ده اصلا كان شيت كده مستقيم. خلاص، يعني الزاويه دي كلها كانت كام؟ كانت 180. طيب دلوقتي هو بيقول لي ديت 120، يبقى معنى كده ان انا تانيت كام؟ تانيت 60، مش دي كلها 180؟ طيب ديت 120، يبقى اللي باقي من هنا كام؟ المفروض اللي انا تانيته كام؟ يبقى 60. اخد بالي جدا انا تانيت زاويه التاني اللي موجودة عندي كام؟ خلاص، يبقى الزاوية التانية اللي المفروض عندي هنا كام؟ عندي 60 درجة. طيب البندنج الاونس هو هنا مديني ايه؟ مديني الويتس، العرض. لو انا جيت بصيت طول الويتس ده، في اي تانج؟ مفيش اي تانج. التانية فين؟ في اللينس اللي موجودة عندي هنا، اللي هلاقي في تانية هي موجودة عندي هنا، هي اللي هي كام عندي؟ اللي هي التانية اللي على بعد، اللي هي تانية كام؟ 60. اللي على بعد كام؟ 25. يبقى معنى كده ان الطول ده طول 38، وبعد كده هعمل تانية بزاوية 60، وبعد كده الجزء اللي التاني ده كام؟ 25. اللي مطلوب عندي هنا بيقول لي ان في شيت ميتال هبدأ ان انا اتنيه. خلاص، هيتني زي ما موجود عندي في الفيجر اللي موجود ده. هو دلوقتي عايز يحسب ايه؟ عايز يحسب الستارتنج بلانكينج سايز، يبقى البلانك سايز، يبقى عايز يحسب اللي هو الطول اللي انا المفروض
هقطعه كل الفعل اللي انا هقطعه عشان لما ابني يطلع معايا فعلا ده 25 ويطلع معايا فعلا ده 38، يبقى المعطيات اللي موجودة وانا هستخدمها. تمام، احنا قلنا خلاص كده الويدث مفيش عنده تاني، يبقى انا عارف خلاص الويدث ثابت لاني ما تنيتش هنا او تنيت ايه او تنيت هنا هيأثر معايا. انا التاني بتاعي فين في اللينز، يبقى انا دلوقتي 38 ودي 25 عشان لما اجي اقطع وهجمع عليهم ايه، هجمع عليهم البيندنج الاونس اللي هو رقم هيطلع معايا نتيجه لعمليه البيندنج. يبقى انا هحتاج ال 38 واحتاج ال 25 وعندي الريديوس، خلاص الريديوس اللي هو نص قطر الثاني اللي هو ده الريديوس، وعندي السيكنس ان الصاج ده كام 3.2 مللي. طبعا الزاويه طبعا هنا 120، بس زي ما احنا شرحنا احنا قلنا ده كده كام، ده كده لو انا شديت ده 180 يبقى التانه كام، التانه 60 لان دي كلها كام 120. تمام، طيب دلوقتي القانون اللي بيحكم لي او اللي انا اقدر منه احسب البندنج الاونس هو بيقول ايه، بيقول ان البندنج الاونس بتساوي 2 باي مضروبه في الفا زاويه التانيه على 360 في ار اللي هو الريديوس اللي هو نص قطر التانيه زائد الكي بي ايه في التي. ايه هو الكي بي ايه؟ ده فاكتور عندي، ده فاكتور او كونستانت، يبقى عندي علاقه ما بين الار والتي، يعني هو بيتراوح معايا من 33 من 100. خلاص طبعا لان هو ثابت فمالوش يونت، من 33 من 100 لكام؟ لنص او 5 او لغايه 5 من 10. طب امتى اخده ب 33 وامتى اخده ب 5 من 10؟ يعني لو كانت الار، لو كانت الار اقل من 2 تي، يعني لو كان نص قطر الثاني اقل عندي من 2 او من ضعف السكنس باخد الكي بي كام؟ 33. لو الار اكبر من 2 السكنس ببدا ان انا اخدها كام؟ اخدها نص. يعني مثلا في المثال اللي عندنا ده هنا كده الار كام؟ ب 4.75، السكنس ب 3.2، طب ضعف السكنس هيبقى 6.4، يبقى الار اقل منين؟ اقل من ضعف السكنس، لان الار ب 4.75 وضعف السكنس 6.4، يبقى معنى كده ان الكي بي اي ده الثابت ده هاخده هنا بكام؟ ب 33 من 100. طيب ايه بقى القانون ده؟ عندي زي ما احنا قلنا الالفا ديت هي زاويه الثانيه، يبقى دلوقتي الزاويه ديت بالتقدير 60 دي، لان انا هنا محولها لازم عشان استخدمها في القانون تبقى بالدائري، عشان كده ضربت في 2 باي وقسمت على 360. لما بحول من تقدير 60 من ديجري لريديان بضرب في 2 باي على 360. يبقى دلوقتي لو انا عارف الكلام ده ممكن اروح شايل ال 2 باي على 60 ديت واحط الفا واقول الالفا ديت ايه بالريديان. فعشان ما نتلخبطش هحفظ القانون كده 2 باي في الفا على 360 واروح، بس انا عارف ان الالفا هعوض عنها ايه بالديجري، يبقى دلوقتي الالفا في المساله بتاعتنا هتبقى بكام؟ ب 60 مش 120. ليه 60؟ لان احنا قلنا ده كان كده التانه كام؟ التانه بس زاويه 60، لما هو مديك الزاويه ديت كام؟ 120، يبقى اللي باقيه 60. الار هو مديهولك معطى اللي هو 4.75 ايه مللي. الكي بي ايه احنا جبناها اللي هي 33 من 100، طب حسبناها بناء على ايه؟ بناء على ان ان الريديوس اقل منين؟ من ال 2 تي. السكنس هو مديهولك معطى في المساله اللي هو 3.2 ايه من 10. يبقى انا عندي المساله هنا هيبقى تعويض مباشر، الالفا ب 60، الار 4.75، الكي بي اي 33، السكنس بكام؟ السكنس ب 3.2. عندي هنا تعويض مباشر، انا عندي هنا الوايد او الويتس الموجود عندي انا مش هو هو ال 44.5. ليه؟ لان مفيش تانية حصل بالطول بتاع ايه؟ بتاع الويتس، ما حصلش اي تانية في المناطق دي، يعني معنى كده ان الويتس عندي كام؟ هو زي ما هو كام؟ 44.5 مللي متر. طيب يبقى دلوقتي اللينس بقى كام؟ اللينس احنا قلنا ادي 38 وال 25 زائد البندنج الاونس اللي هو الايه؟ الطول المفروض اللي انا هضيفه عندي عشان خاطر ايه؟ التاني. يبقى دلوقتي 38 زائد البندنج الاونس زائد ال 25. تمام؟ طيب القانون احنا لسه كنا قايلينه. طب عندي الالفا موجوده، اه بس ديت الالفا داش اللي هي الالفا العكسيه اللي هي اللي موجوده عندي دي، يبقى الالفا اللي انا هستخدمها اللي هي كام؟ اللي هي 60. خلاص الكي بي ايه احنا قلنا دلوقتي ليه خدتها ب 33 من 100؟ عشان الار كانت اقل من ال 2 تي، الار اقل من ال 2 تي. خلاص
يبقى دلوقتي موجود عندي بعد كده تعويض مباشر، يبقى انا عندي الاي بي اللي هو البيندنج الاونس 2 باي في كام 60 على 360، 60 اللي هي الالفا، في عندي الار زائد الكي بي اي في ايه في السيكنس طلع بكام 6.8 مم. يبقى معنى كده ان التوتال لينس هيبقى كام؟ هيبقى 38 زائد البيندنج الاونس اللي هو 6.8 مم زائد ال 25 اللي هو ده. يبقى انا دلوقتي انا عرفت لما اجي اشنجر عشان اقطع خلاص في البدايه قبل ما تاني طبعا عشان اقطع الطول ده هقطع كام؟ هقطع الويدث 44.5 واللينس الطول اللي هيبقى موجود عندي كام؟ ب 69.8 مم. يبقى انا كده لما هاجي اثني عرفت ان الجزء خلاص عملت حساب ايه؟ عملت حساب البندنج اللونس.